الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، هذه المبادرة التي أصبحت منبراً للتعاون الدولي لأكثر من 150 دولة كما سمعتم، ولأكثر من 32 منظمة على طول هذا الحزام. لقد كانت سوريا إحدى الدول الأساسية في طريق الحرير القديم، خاصة مدينتي حلب وتدمر، ولذلك نحن ننعش هذا الطريق من خلال انضمامنا لهذه المبادرة. لكن هذه المبادرة وانضمامنا إلى هذه المبادرة سيتم تعزيز التعاون الثنائي على المستويات الأعلى، وخاصة تسهيل التبادل التجاري.